The generosity of Sayyida Fatima Zahra, that anyone could come to her and feel warmth and get their needs met and feel that closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. فحتى الغرب في حد ذاته يحتاج إلى قيم السيدة الزهراء اليوم، وهي امرأة تجمع كل القيم. هكذا تبنى الدول ببناء الإنسان. نحن شعرنا أننا فعلاً ملوك ونحن في حضرة العتبة العباسية. مجرد دعوة هي جداً كافية. الإنسان اللي يعيش بعيد عن الإمام يكون روحه في كربلاء، تكون عقله في كربلاء. إن الله جعل من السيدة الزهراء عليها السلام مجمعا للنورين، نور النبوة، فبأبيها ختمت النبوة فأصبحت مستودع علم النبيين، ونور الإمامة، فمنها ومن نور بعلها أشرق نور الأئمة المعصومين، حتى الحجة الخاتم منقذ المستضعفين. أقول هذا الوجود المبارك للزهراء عليها السلام، ولعله من فوائدها علينا الآن أن نحن إن أخلصنا النية سنحصل على ثواب. السيدة الزهراء هي صنيع إلهي بهذا المعنى المجازي، هذا الذي أراد له بارئه أن يكون النموذج الإنساني، لذلك نحن نركز هنا على إنسانية هذا النموذج. بالنسبة لي لما اتخذت السيدة الزهراء كقدوة لعدالتها، فهي رمز للعدالة، ولهذه العدالة أنا أيضا دخلت إلى الإسلام. أنا أعتبر بأن فاطمة عليها السلام هي المسار الأساس، وهي المحور، وهي المعيار لمساراتنا البحثية والعلمية والعقائدية والدينية والتكاملية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تكون الزهراء لي قدوة، فأنا أكون قوية في الجانب العقائدي، وهذا أساس شخصية الإنسان. أنا أكون قوية في الجانب الثقافي. في أي عمر ممكن أن نوصل رسالتنا عن السيدة الزهراء عليها السلام، وممكن نحن نكون النموذج الصحيح لها أيضا في كل مجالاتنا. شخصية سيدة نساء العالمين كما لقبها أبوها صلى الله عليه وآله غدت مصدر إلهام وقدوة للصالحات. هذا الرمز النسائي المتفرد جعل العتبة العباسية المقدسة تولي عناية بالغة في إتاحة الفرصة للباحثات من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا المهرجان العالمي بعامه السادس، لتشارك فيه نساء من جنسيات مختلفة تمثل أكثر من 13 دولة في ذكرى ولادة الصديقة فاطمة عليها السلام. أنا لا أعرف الكثير عن العراق وما موجود فيها، خاصة وأن الإعلام في الغرب يغطي على الصورة الحقيقية للعراق، فلا نرى إلا هذا الجانب المعتم من العراق. اليوم أنا سعيدة جدا أنني متواجدة هنا، وأنني سأستطيع أن أرى جمالية هذا البلد من خلال نسائه. الشيء الرائع الذي رأيته، أنا زرت بعض المنشآت وخاصة مؤسسة الكفيل النسوية والإذاعة النسوية أيضا، ولن أقول تفاجأت بل صدمت أصلا ما شاء الله بروعة الإشراف وروعة الدعم المؤتى إلى المرأة لكي تكون فعالة في المجتمع في كل الإطارات. سبحان الله، هذا شيء مذهل أن أكون محاطة بالعلماء والباحثين والدارسين، وهو حق حماسي جدا، وأنا أحب البرنامج الخاص بالمهرجان. ما شاء الله، كيف جمعتم كل هذا معا؟ وهو شيء رائع، الحمد لله. سأعود إلى بلجيكا بما أنني من بلجيكا، وأنا أحمل معي أفكار كثيرة، واتخذت قرار مع صديقة لي على بداية مشروع جديد منبني على نفس المشاريع المتواجدة هنا في التعليم، ويكون أساسها آل البيت ومحبتهم. ربما هناك عدد من الباحثين إذا استدعوا وطلبوا منهم الحضور في مؤتمر في هذا المجال في
مكان آخر من العالم ربما لا يشاركون فيه، لكن بسبب قداسة هذا المكان وطهر هذا المكان وعظمة هذا المكان والعتبة العباسية يرغبون وبكل فخر واعتزاز يتسابقون إلى المشاركة في هكذا مؤتمر. عندما تلقيت الدعوة وأنا كنت في بريطانيا قلت ما شاء الله، قل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كانت هذه الآية في حق فاطمة الزهراء والإمام علي عليه السلام. لمست ألطاف هذه الآية من خلال هذه الدعوة، علّه نوع من الغرابة، لكن وجدت أن السيدة الزهراء أرسلت لي بدعوة، أحضرتني من بريطانيا إلى كربلاء لأشترك وأزور الإمام الحسين عليه السلام بعد فراق، فأنا لمست حب السيدة فاطمة الزهراء وأبي الفضل العباس عليه السلام. نحن نقول للعالم أن العتبة العباسية لها دور كبير في إرساء الثقافة الإسلامية وفي ولها دور إعلامي كبير أيضا في تصدير الثقافة الإسلامية، ثقافة أهل البيت سلام الله عليهم من خلال هذه أو من خلال هذا المركز موروث أهل البيت سلام الله عليهم والعتبة العباسية. كفكرة بدأت لإقامة المهرجان منذ ما يقارب 6 سنوات، يعني هذه السنة السادسة. إقامة مهرجان يعنى بالسيدة الزهراء وفكر نشر فكر الزهراء عليها السلام ثقافيا دينيا، يعني الجانب الديني قصد العقائدي والفقهي والأدبي للسيدة سلام الله عليها. من أن مهرجان روح النبوة لا يقتصر فقط على عرض البحوث أو على الفعاليات أو الجلسة القرآنية، وإنما هو يمثل ملتقى للمرأة المثقفة، المرأة الحوزوية والمرأة الأكاديمية والمرأة القرآنية وحتى من الأديبات. طبعا جميل بالنسبة لي حضوري لهذا المؤتمر في هذه السنة، كون أن الارتباط الوثيق بين العترة والقرآن رأيته ملموسا في البحوث التي قدمت، وكون هذين الثقلين لا يفترقان أبدا. تضمن المهرجان الذي تشرف عليه شعبة مدارس الكفيل النسوية مجموعة من الفعاليات القرآنية والبحثية والمسابقات والمشاركات الشعرية وعرضاً مسرحياً وورشاً فكرية وثقافية، كما اشتمل على فقرة تكريم عوائل الشهداء منذ بدأ المهرجان بيومه الأول وحتى ختامه، حيث سيكون اليوم الأخير في رحاب الإمامين العسكريين في سمراء لتشمل عناية صاحب الأمر عجل الله فرجه المشاركات جميعهن.